مرحبا بكم في الحصة الثانية من هذه الدورة المباركة في شرح الكتاب الكريم المصور. قبل أن أدخل في موضوع هذه الحصة، هناك أمر مهم لا بد أن يكون التنظيم لهذه الدورة على أحسن مستوى حتى ننجح وحتى تتحقق الأهداف متاعنا وحتى تنزل البركة. أما من نوع أنه إنسان مسجل وعليه معلوم ثم يأتي الحصة الأولى والحصة الثانية والحصة الخامسة والحصة العاشرة والحصة الأخيرة وباقي ما قامش بالتسجيل متاعه، هذا أمر غير مقبول لا في ديننا ولا في غيره. فلذلك كل واحد منكم الآن عليه أن يستحضر هذا الواجب اللي عليه يلزم يعمله، وهو أنه يخلص في الدورة كما الناس الكل، يسجل في الدورة كما الناس الكل. هذه الدورة لها مصاريفها، ومصاريفها هي على عاتق الجميع وليست على عاتق شخص واحد، وتم إعلامكم منذ البداية أنه مصاريفها كذا كذا كذا، أليس كذلك؟ اللي ما كانش في علمه ما يسألش، نعذره، أما اللي كان في علمه وأظن أنه الناس اللي كان في علمها أنه باش يسجل وباش يدخل في هذه الدورة لابد من الصورة بتاع الإنسان الكركار ذيك لازم نحيوها. فماشي إنسان يحب يتعلم الدين بتاعه، يحب يتعلم القرآن الكريم بالتكركير ما يوصلش. أول حاجة لازم نصلحوها هي قبل أن نتعلم حروف القرآن الكريم، لابد أن نتخلق بأخلاق طالب العلم الصادق. فحالة من حالتين بالنسبة للمسألة المادية، لأنها متكررة في كل الدورات، في كل الدورات وفي كل الدروس والأقسام متكرر الأمر هو نفسه، وهو يقال له أنك حتى تسجلها وعندك معلوم كذا كذا شهري، فيقول باهي سجلوني، يضمن البلايصة متاعه، ثم يأتي ويدرس الحصة الأولى الحصة الثانية الشهر الأول الشهر الثاني، وما عالبالوش ما عالبالوش أو نسية أو غير ذلك. لا، لابد من الحرص على هذه النقطة اللي هي تخلي المشرف على هذه الدورة يفهم روحه كم عنده من عدد، باش تجي ماكش باش تجي، جاي تجرب ماكش تجرب، قول ومثال شيء تتكلم، قول أنا نجي الحصة الأولى باش نجرب، إذا عجبني باش نواصل، ما عجبنيش مانيش باش نواصل. أنتم الحمد لله يظهر لي جربت الحصة الفارطة ولقيتوا اللي الحصة ولا الدورة هذه مهمة وهاكم باش تواصل، وحتى وخرت عليكم نأسف لذلك لأنه هذا أمر خارج عن نطاقنا، لأني كذلك أدرس ووضعوا لي الامتحان في هذا التوقيت الصباحي، فاضطررت إذا باش نمشي نعدل الامتحان تاعي، ثم خرجت مباشرة وأتيت إليكم، ورغم ذلك جيت واستنيت وصبرت وإن شاء الله تنالون الجزاء. فلا نحبط أعمالنا بمثل هذه الأمور. فرجاء أخونا هو اللاهي بهذا الأمر، نحب الحصة جاية نجي نسلو مباشرة يقول لي الأمور راهي مليك، وإلا باش نتعدى إلى إجراءات أخرى. يعني هنا أعلمكم كل شيء، مانيش قاعد نعلم فيكم فقط في الحروف، وإلا سأعتزل هذه المهنة إن كنت لا أدرس إلا حروفا. ليس ذلك هدفي من تدريس القرآن الكريم، إنما هو أن أنصح نفسي وأنصحكم إن شاء الله تعالى. نغلق الموضوع، واضح؟ نغلق القوس وندخل إن شاء الله تعالى. طبعاً جبنا لكم هذه كتب التجويد المصور، هاي جبناها لكم وموجودة، عندنا 20 نسخة وباش نزيدوكم عدد آخر، فلذلك الثمن بتاعها 25، ثمن الطبيعي لا أكثر، ثمن الطبيعي باش ندفعوها في الطبيعي، كيف 25 دينار غلافها باهي شوي وكذا، فاللي عنده 25 دينار الآن يدفع للأخ ويأخذ كتاب من الآن. الخالصين نعطيهم إذا الخالصين هاي الخالصين نعطيهم، ما عندك مال قائمة الخالصين نعطيهم إن شاء الله، تصرفت معهم إن شاء الله، واللي يحب على كتاب بعد إن شاء الله في الراحة في الأخير أعطي الخالصين الساعة، أعطي الخالصين بهدوء، هو توريك الأمور وأنا نبدأ نقري فيكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا في الحصة الفارطة إذن محمود حنفي، لازم نتذكره. رأينا في الحصة الفارطة محمود حنفي، اذكر لهم اسمائهم الكل اللي بخمس،
اي خلصي خلينا نعاود باش نكملوه كي هاي كله مع بعض وي كتاب واحد واحد بركة القرآن الكريم بطريقتين منطوقا ومكتوبا. رأينا كيفاش تمت عملية الكتابة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القطع النبوية، ثم بعد ذلك وهذا التطور بتاع الكتابة إلى أن وصلنا إلى المصحف الذي هو اليوم بين أيدينا. الآن علم التجويد لا يهتم بهذه النقطة وبهذه الطريقة التي هي الكتابة، إنما يهتم بالنقل الصوتي للقرآن الكريم. واضح؟ إذا موضوع الكتابة سنغلقه وقتيا إلى أن نأتي إلى في نهاية الكتاب نفتح بابا صغيرا من باب التثقيف ونتحدث فيه عن بعض المعلومات في علم الرسم. ما عدا ذلك فإن الموضوع الرئيسي في هذا الكتاب ولعلم التجويد بصفة عامة هو النقل الصوتي للقرآن الكريم، وهو ما يسمى إذن علم التجويد. علم التجويد يهتم بالنقل الصوتي للقرآن الكريم. إذن اكتبوها المعلومة هذه، أن علم التجويد يهتم بالنقل الصوتي للقرآن الكريم. فأنت عندما تتعلم كتابة القرآن الكريم تكتب، ماكش قاعد تتعلم في علم التجويد. ردبا إنه علم ثاني خارج علم التجويد، هو علم من علوم القرآن وعلم شريف يشرف بشرف القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنه خارج عن علم التجويد. فالتجويد هو النقل الصوتي والنطق الصحيح للقرآن الكريم. تعريف التجويد، قبل ما نعرف التجويد نحب نهتم، طبعا احنا في الان دخلنا في باب التجويد، أن تعلم وتفهم أيها الطالب بما أنت مطالب في قراءة القرآن الكريم. إذا تعريف التجويد ما يعطيناش وما يوضحناش هذه النقطة فلا فائدة منه. لابد أن يكون تعريف علم التجويد نفهم منه بما نحن مطالب القرآن الكريم. وقراءة القرآن الكريم أنا قاعد نشرح لكم وأنت ونعطيكم الأشياء اللي لازم نكتبوها، فركزوا معي. لا بعض الإشارات هكذا الصغيرة تجد مع ذلك لا تكتب كل ما أقول. فإذا هذا النقل الصوتي الذي وصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم نسميه القراءة الصحيحة. هذه القراءة الصحيحة نحاول أن نفهمها وأن نفهم عناصرها، ثم نقارن بما نحن عليه فنفهم إذن من خلال هذه المقارنة أين نحن وأين القراءة الصحيحة وماذا علي إذن أن أفعل حتى أصل إلى هذا المستوى. والأمر سهل لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرب في زمن النبوة في بيئة معينة. من حيث النطق، القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم نحاول أن نقارنه بلغة العربي. هل هناك نقاط مشتركة بين قراءة القرآن الكريم
واللغة العربية، ونقصد باللغة العربية تلك اللهجات التي كانت يعني يتكلم بها العرب آنذاك. هل هناك نقاط مشتركة أم لا؟ ما هي هذه النقاط المشتركة؟ مثلا الحروف، نطق الحروف، يعني هل القرآن نزل بحروف أخرى غير موجودة في اللغة العربية؟ لا، بل نزل بحروفهم. وهذه الحروف اللي هي حرف الحاء وحرف الراء وحرف السين وغير ذلك، هل تقرأ وتنطق في قراءة القرآن الكريم بنفس الطريقة التي تنطق في اللغة العربية أم لا؟ اللغة العربية أنا ذاك، نعم أم لا؟ نعم. يعني هذا ما معنى أن نزل القرآن بلغة العربي، أي كان يستعمل حروفه. الآن السؤال الثاني، هل انفرد القرآن الكريم؟ تفرد بأشياء غير موجودة في اللغة العربية، نعم أم لا؟ مثلا ما الدليل بلسان عربي مبين؟ هذه الدليل على أن القرآن نزل بحروف عربية كما يتكلم كما كان ينطق بها العرب. وهناك حديث مثلا نستطيع أن نستدل به أنه يوجد في القرآن ما لا يوجد في اللغة العربية، وذلك الحديث الذي حكيت لكم المرة الفارطة، وهو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود عندما سمع ذلك الرجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بأي لغة تكلم العربي؟ العربي هذا باللغة العربية الفصيحة، لكن استدرك عليه سيدنا عبد الله بن مسعود وقال له ما هكذا أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إذن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا حكم تجويدي خاص بالقرآن الكريم. وهذا لب المسألة، وهو أننا اليوم عوض أن ننظر إلى ما اشترك فيه القرآن الكريم مع اللغة العربية وما تفرد فيه ونتعلم الاثنين، ظننا نحن أننا نتكلم اللغة العربية الفصيحة بحروف فصيحة، فأهملنا ذلك الجانب الذي هو خاص بفصاحة اللغة العربية، والذي إحنا ما عدناش في العامية بتاعنا في طبيعتنا، واهتممنا فقط بتلك الأحكام التجويدية التي تفرد بها تجويد القرآن الكريم. عندنا قسمين يا جماعة لا بد أن نهتم بهما. القسم الأول هو أولا أن نكتسب هذا اللسان العربي الفصيح الذي يمكننا من النطق بأحرف القرآن الكريم على الصفة التي نزل بها، وثانيا أن نتعلم تلك الأحكام التي انفرد بها القرآن الكريم. الجزء الأول والجزء الثاني، أما هو بالنسبة لنا الأسهل والأصعب؟ الأول هو الأصعب، لأنه كيفاش نقول لك أينما جاء حرف مد وبعده همز فأطله، سهلة قاعدة طبق على كل القرآن، مش ونتعلمه في بضعة أيام. لكن الأصعب أن تستبدل الحال اللي عندك، حرف الحال اللي عندك بحاء أفصح منها، حرف الحال اللي تقلق عودت على نطقه لمدة 20 ولا 30 ولا 40 سنة وقد اختل فيه بعض الصفات، وعليك أن تأتي به كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. بس سنأخذ ما قاله ابن الجزري في هذا الموضوع، نأخذ التعريف اللي قاله ابن الجزري. قال ابن الجزري في كتاب النشر فالتجويد مصدر من جود تجويدا، ومنه الجودة
الرداءات. نعاود مصدر من جود تجويدا، ومنه الجودة ضد الرداءات. فهو عندهم، أي عند، فهو عندهم بين قوسين أي أهل التجويد، علماء التجويد. فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ، بالقراءة مجودة الألفاظ، بريئة من الرداءة، مجودة الألفاظ بريئة، بريئة من البراءة، من الرداءة في النطق. نعم، وصفر تحت الرداءة في النطق. هذا ما يجب الاحتراز منه، الجودة ضدها الرداءة في النطق. ثم أضاف، انتهى القول الأول، ثم أضاف ابن الجزري، هو ابن الجزري باش يبين لنا اللي احنا مطالبين بأننا نجتهد في هذا الأمر. ماذا قال؟ ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن، متعبدون بين باش نشرح لكم ما معنى متعبدون، مش متعبدون، متعبدون أي هم في حالة تعبد، متعبدون أي أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم أن يعبدوه بتلك الطريقة. متعبدون أي أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهم أن يتعبدوه بتلك الطريقة. يقوم اليوم إنسان مثلا يبدأ يتشعبط في عرصة هكذا، يقول أنا تعبد الله سبحانه وتعالى، صحيح ولا غلط؟ غلط. ما شرع الله سبحانه وتعالى أن نتعبده بهذه الطريقة، لابد أن نعبده بطريقة هو شرعها في دينه. فقال هنا متعبدون بماذا؟ بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده. متعبدون أي لا شك، كما أنهم متعبدون بتلك الطريقة هم كذلك متعبدون، إذن فاصلة، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه وإقامة حروفه، مش حدوده، حروفه، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة. يجب الإنسان يقول هاني نحكي باللغة العربية، هاني مفهومي كلام متاعي، لا، إيش يقولون يا ابن الفزل؟ على الصفة المتلقات، على الصفة المتلقات من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية، المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية، أي أفصح ما يكون، الأفصحية العربية، الأفصحية العربية، الحضرة النبوية الأفصحية العربية. لا، ربما هنا إنسان باه اقتنع شوية لكن يقول لك لا، يزيد ابن الجزري شو يقول؟ التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى غيرها. التي لا تجوز مخالفتها، أنك تخالفها، هذه
الأفصحية الحضرة النبوية الأفصحية العربية، ولا العدول عنها إلى غيرها، أي لا ترضي بأن تقرأ القرآن بما دونها، بل تسعى دائما إلى تحسين التلاوة حتى تبلغ هذه الدرجة، ولا العدول عنها إلى غيرها. به ثم يضيف توا باش يصنف ابن الجزري شوية باش يتحدث على الناس. ابن الجزري هذا طبعا هو المرجع في علم التجويد والقراءات، كل العالم الآن يروي عن ابن الجزري، العالم أجمع الآن في القرآن وفي القراءات كلهم يروون عن ابن الجزري، كل الطرق وكل الأسانيد تمر من ابن الجزري. هناك أسانيد لا تمر من ابن الجزري ولكنها نادرة وقليلة، أما المشهور والمعروف كلها تمر من ابن الجزري. هذا قصته، رويتها لكم أم لا؟ نفتح القوس باش نعرف قيمة ابن الجزري، لأن في كثير من الأحيان في رحلتكم في طلب العلم في مادة في علوم القرآن ستسمعون هذا الاسم ابن الجزري. هذا قصة أبيه، أن أباه لم يرزق بولد لمدة 10 سنوات أو أكثر، فحج بيت الله الحرام، وخلال حجه شرب من ماء زمزم ودعا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول في ماء زمزم لما شرب له، فقبل أن يشرب عمل الدعاء: اللهم ارزقني بولد عالم، مش ارزقني بولد. هذه الهمة اللي حكيت لكم عليها المرة الأخرى، الهمة العالية حتى في الوالد وفي الوالدين بالنسبة لنظرتهم لأبنائهم، لا بد أن تنظر لبعيد، ما تقولش على الأقل مش يكبر شوية ويدبر خديمة وكذا وكذا في تركينا غادي، لا، أطمح إلى أنه ابنك يكون هو سيد العالم. أم محمد الفاتح الذي فتح على يديه، فتحت على يديه، إيش كانت تعمله وهو صغير؟ من الروايات التي تروى أنه كانت تأخذه على الساحل وتقول تشوف فيها تلك المدينة، أك الساحل الضفة الأخرى، قل لذيك المسلمين يزم يفتحوها ولتوم يفتحوها، وانت عندك فرصة أنك تفتحها، ستكبر وتفتحها، ففتحها وهو كبير. شوفوا الأم هنا، ننظرش لعظمة هذا القائد، انظر إلى عظمة أمه، هي اللي جعلها الله سبحانه وتعالى سبب حتى يكبر ذلك الطفل بذلك الطموح. فهنا انظر إلى الوالد بتاع ابن الجزري كيفاش، واش يا ربي غرعتني حتى وليد، حتى اشتر وليد، حتى كذا، لا، اللهم ارزقني. وشوف التوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قادر أنه يعطيك إذا صدقت معاه: اللهم ارزقني بولد عالم. فجاب ابن الجزري، ابن الجزري قرأ على عشرات الشيوخ، كان لا يستقر في مدينة أكثر من عام ولا عامين ولا ثلاثة، يأخذ علمها ويمر إلى المدينة التي بعدها ويسافر من الشام إلى تركيا إلى خراسان إلى الحجاز إلى مصر، كلها دار. و بالنسبة لعلم القراءات كان مجددا، فالله سبحانه وتعالى جعله سببا، لأنك أنت اليوم تأتي وتجد القراءات منظمة محصورة معروفة واضحة من عن 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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نظم كل هذه الأسانيد؟ ابن الجزري. كان أهل المشرق يقرؤون بقراءة، وأهل المغرب بقراءة، وما تمر من مدينة إلى مدينة لا تختلف عليك القراءة، ولا تدري هل القراءة أصحيحة أم شاذة أم منقطعة أم متواترة أم غير ذلك. فابن الجزري هو الذي دخل في هذا المشروع الجبار ونظمه، وخرجنا أن هناك 10 قراءات متواترة وبيننا الطرق نتاعها كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن هذه راهي شاذة وهذه منقطعة السند وهذه وكذا وكذا، وذا كان ذلك في كتابي النشر، هذا نحكي لكم عليه. فهذا ابن الجزري هو المرجع في القراءات وفي القرآن وفي التجويد.
إذن أين وصلت معكم؟ هذا بالنسبة لتعريف ابن الجزري. أما في كلامه هنا يقول: والناس ما بي في ذلك بين محسن مأجور، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم. محسن مأجور عنده الأجر، ومسيء آثم والعياذ بالله، أو معذور. معذور عنده عذر. إذن ثلاثة أصناف باش يحكي لنا عليهم الآن، يفصل شوية. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح، قادر. كيفكم أنتم؟ كلكم قادرين إن شاء الله على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح، باللفظ الصحيح العربي الفصيح، اللفظ الصحيح العربي الفصيح. وعدل، عدل أي مال، إلى اللفظ الفاسد من كان قادرا. وعدل أي مال إلى اللفظ الفاسد العجمي، أي من العجمة يعني غير عربي، أو النبطي العجمي، أو النبطي العجمي. مثلا احنا العرب عندنا حرف الذال، أليس كذلك؟ عندنا حرف الذال. تأتي إلى فرنسي تقول له هات حرف الذال، يقول لك دال، يقلبها إلى دال. إذن فنطقه للذال فصيح ولا غير فصيح؟ غير فصيح. أعجمي أو النبطي الطبيعي، استغناء بنفسه. فعل ذلك كيف؟ استغناء بنفسه، شوية كبر، لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يجهد نفسه. واستبدادا برأيه، هذا نلقوه في أنفسنا، نلقوه يصعب عليك الحرف تقول كيما هو حرف وخلاص كيما جاوك هو. واستبدادا برأيه وحدسه، يعتمد على الحدس بتاعه، ما يعتمدش على، ما يطلبش الحق، ما يسألش. واتكالا، ابن الجزري يسكر لنا الأبواب الكلها، مش خليكم حتى باب كل جبل. واتكالا على ما ألف من حفظه. ألفت حرفا نطقا معينا. نبطي هو ترجم من اللهجات اللي غير على غير فصحى. واتكالا على ما ألف من حفظه. كتبتها زيد. واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه. استكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، يعني يشوف في أهل القرآن والمشايخ الذين يستطيعون أن ينصحوه في ذلك أو يصلحوا له النطق بتاعه، ولكن يستكبر يقول نعم على صحيح لفظه. فإنه شبيه ذلك، فإنه مقصر بلا شك. مقصر بلا شك، عبارة هذه اللي أنا ننبر عليها في صوتي كلها تسطروها، أنا مهم. مقصر بلا شك وآثم بلا ريب. مقصر بلا شك، مقصر، سطر تحت مقصر، وآثم بلا ريب.
يخاف من هذا، يخاف من أن يكون على في حالة هؤلاء. وغاش بلا مرحب، غاش نعم من الغش، يعني إذا نقل ذلك لغيره قال ما يجي نقريكم يجي نعلمكم ما قلنا صحيح. وغاش بلا مرية، بلا مرية يعني من غير شك، غاش أكيد ثم يستشهد وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه إلى آخر الحديث. نحن حاجة مبين ولكتابه إلى آخر الحديث تعرفون. يلا شكون عنده صوت قوي نجم يعاود يقرأ لنا اش كتب من الرجال؟ تفضل. من الأول. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال ابن الجزري ارفع مش اسمعوا الناس كل يسمع، ارفع صوت. قال ابن الجزري رحمه الله: ولا شك أن التجويد مصدر من جود التجويد، ومنه الجودة ضد الرداء، فهو عندهم أي أهل التجويد عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة، وجودة الألفاظ بريئة من الرداء ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه مع الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها لغيرها إلى غيرها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد الأعجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحسه وحدسه. الحدث هو أول حاجة تجي، أول معلومة تجي، ذلك هو الحدث. واستبدادا برأيه تعرفت مسألة معينة، أول فكرة تجي ذلك هو الحدث. أيوة. واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا على الرجوع واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوم يوقف على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا عيب وغاش بلا مرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه. ثم حتى نعطي كل إنسان حقه يضيف ابن الجزري نعمل ثلاث نقاط، ثم يقول: أما من كان لا يطاوعه لسان، يعني شعرب هو باش عرف في لسانه وما يطاوعش فيه، اجتهد باقي لسان حرف القاف ما حبش يجيب شوية من الوقت، أو لا يجد من يهديه إلى الصواب. أو لا يجد يعني قبل ما لا يجد ماذا فعل؟ بحث من يهديه إلى الصواب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أجمع، احنا نعمل
الآن في التأصيل العلمي والشرعي للمسألة، باش نعرف روحنا وين ماشيين يا أخوة وجد جدا وأخوات، مهم جدا أنك تفهم المسألة منذ البداية كيفاش التأصيل متاعها، باش تعرف باش أنت مطالب إلى أي حد، حد يجب عليك أن تصل. أش قال إذا؟ قلت لكم؟ ولهذا أجمع ما نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قائم على أنه لا تصح صلاة قائم خلف أمي، خلف أمي، ما يعرفش يقرأ القرآن، قارئ، قارئ، إنسان قارئ، خلف أمي يعني يا أمه الأمي، وهو من لا يحسن القراءة، جلي وخفي.
يبقى دائما مقارنة باللغة العربية
احنا واحنا ديما كنا حكينا على هذا الموضوع عندنا ما رجعنا نرجعوا له وهو اللغة العربية الفصيحة التي نزل بها القرآن. أما بالنسبة لتغيير لفظ بلفظ، احنا نعمل مقارنة بالقراءة، لأن القراوية كانت تقرأ بالقراءة، ولكن تلتزم بالقراءة، إذا أخطأ بالقراءة فيها فلا يخطأ ولا يخطأ، فهذا تلتزم بتلك القراءة. وهذا صحيح اللي هو يصير أحيانا يكون اهتمام يصلي يختار أن يصلي برواية لا يعرفها الناس فيقول لهم الناس يقطع عليه في النقطة هذه وهم يظنون أنه أخطأ. لاحظوا أن الإنسان عامي قبل ذلك يعرف أنه أخطأ، لماذا؟ لأنه غيرت بالحرف بحرف تماما، فيبدأ يفتح عليه والآخر شرط صحيح. هذا من قلة فقه الإيمان، يجب الإيمان يلتزم بالرواية التي يعرفها الناس وتعود إليها، إلا أن يكون في ظروف خاصة كان يكون في تراويح نقرأ برواية كذا كذا فقط، أما مع ذلك فالعاصم يلتزم بالرواية. نسمع الأذان ونرد عليه وما بعد ذلك نقرأ كل هذه المعلومات. سؤال صحيح يعني فيما يخص تلاوته للقرآن إذا كان لأنه سيقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة، والفاتحة ما بها ركن من الأركان، فإذا كان قراءة الفاتحة غير صحيحة اختل ركن من أركان الصلاة، وهنا إذا جمهور العلماء على أنه لا تصح الصلاة، بطلان أي بطلان الصلاة، لأنه الفاتحة فيها إشكال. الصلاة أمي لابد أن نوضح، أمي مش بالمعروف بالتعريف اللي عندنا إحنا اليوم، أمي يعني لا يعرف قراءة القرآن الكريم، أنا أحكي عن القرآن لا يعرف القراءة يعني قراءة، قد يكون أمي ما يعرفش يكتب لكن حافظ خير مني ومنك بالنسبة للقراءة ونطق أسلم، فهنا يحكي على أمي يعني أمي في قراءة القرآن الكريم. وضحوها النقطة هذه إذا ما فهمتوهاش. أي أنت مشيت لألطف الأخطاء، إحنا نمشي إلى أكبر الأخطاء، إنه إذا غير حرفا بحرف، كان قال الحمد لله رب العالمين تصح الفاتحة، لا تصح هنا الفاتحة، جمهور العلماء على أنه هذه الفاتحة لا تصح هنا، هذه الصلاة لا تصح. في كل مظلوم لفظ مظلوم الضاد يرجع لتين، هذا فيه تأصيل لأنه هنا ينظر إلى عادة الناس، هل ذلك الخطأ متأصل في لهجتهم ولا خاص بهم؟ ففيه تفصيل، لكن احنا هنا ما يهمنا هو رأي ابن الجزري في هذه المسألة، فهو أعلم مني ومنك في هذه المسألة، رأيه هنا يهمنا، هذا احنا نستعمل فيه ليس للدخول في مسائل فقهية بتاع الصلاة تصح ولا تصح، إنما باش احنا نتحفزوا على أننا نتعلم النقطة الصحيحة في القرآن الكريم، هذا اللي حاجتنا به، أبعد من ذلك ما يمشي. من عنده سؤال على ما قلناه؟ وضحت المسألة؟ ب التعريف اللي موجود في هذا الكتاب إذا يقول التجويد التجويد هو علم يعرف به النطق الصحيح، هذه الجملة الأولى، هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، إذن لابد لنا من أن نتعلم ماذا؟ النطق الصحيح. كيف ذلك؟ وذلك بمعرفة مل عليكم لما دمت كتب. التجويد هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مقاربها وصفاتها لا بد حتى تأتي بالنطق الصحيح للحرف العربي أن
نعرف ما خرجه من أين يخرج كيفاش نجع ضنته والصفات التي يتصف بها، هل هو مفخم، هل هو مرقب، هل هو مطبق، هل هو مرعب، هل فيه رقاوة، هل هو شديد. الذاتية والعرضية، لأن الصفات تنقسم إلى نوعين سنأتي عليها. ذاتية أي ملازمة دائما للحرف، تكون في كل حالاته، مثل الشدة حرف شديد يكون دائما شديد، أو الرخاوة عكسها حرف يكون دائما رخ، عمره ما ينتقل إلى حرف شديد. لأن الذاتية والعرضية، العرضية أي التي تعرض عليه أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى، مثل القلقلة، فهي لا تكون في الحرف إلا إذا سكن. إذا وصفاته الذاتية والعرضية. ثم ما ينشأ عنها من أحكام. هذا النصف الأول اللي ذكرناه وهو معرفة النطق الصحيح للغة العربية بالحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية، هذا كل شيء تسمى هذه الحروف العربية الفصيحة. أن تتعلم النطق بالعربية الفصيحة. وما ينشأ عنها من أحكام، هذا النصف الثاني اللي أحكي لكم عليه، وهو الأحكام الخاصة بقراءة القرآن الكريم. مثلا عندما تلتقي نون ساكنة بحرف الدال، فنعمل غنة مطولة، أنتم أنتم. العرب في كلامهم لم يكونوا يطيلون هذا الزمن، يقولوا أنتم أنتم، يعملوا إخفاء ولا لم يعملوا؟ شكون يجاوب؟ يعملوا الإخفاء. فالإخفاء ليس خاصا بالقرآن الكريم، أن تخفي النون عند التاء أنتم، لكن اللي اختص به القرآن الكريم هو إبراز الغنة. فحكم الإخفاء هو حكم متأصل في اللغة العربية. الإضغام كذلك، الإظهار كذلك. قلب النون عند التقائها بالباء قلبها ميما، كذلك هو حكم من أحكام اللغة العربية. فأنبئهم، أنبئهم، ما يقولوش أنبئهم، ما يجيبوش النون، لا، يقلبونها إلى عندما تلتقي في باب إلى ميم ويسمى قلبها. هذه كلها أحكام موجودة في اللغة العربية، لكن تميز تجويد القرآن الكريم بإبراز. إذن النصف الثاني هو ما ينشأ عنه من أحكام. فهمتوه التعريف الآن؟ باب. كلام ابن الجزري حول اللحن الخفي واللحن من أصله وعيده، ثم بعد ذلك نبني عليه ما نحن مطالبون به في تلاوة القرآن الكريم. أما نبدأ أولا باللحن الجلي. لحن الجلي بالنسبة عنه كتب كتاب أو كتب، كل ما عنده كتاب يسعى جاهدا أن يقتني هذا الكتاب في الحصة القادمة ويكتب الآن أن اللحن الجلي هو لحن يعود. اللفظ Yeah.
إذن اللحن الجلي خطأ يعرف باللفظ فيخل بالمعنى. العام مش الحي مش نفس المعنى. التين التين مش نفس المعنى.